النهارده بقى يوم 6 ابريل هو اليوم العالمي للرياضه، وده اليوم اللي قررت فيه الجمعيه العامه للامم المتحده اعلانه باعتباره اليوم الدولي للرياضه من اجل التنميه والسلام تحديدا. وده لان الرياضه ما ينفعش نتعامل معاها يعني باعتبارها رفاهيه في اي مجتمع، لان هي بالفعل استثمار مهم جدا في الحاضر وفي المستقبل. نقدر نقول انها استثمار في البشر واستثمار واقتصاد حقيقي. انا عايز اروح معاك لابعد من كده كمان، يعني الرياضه وفكره اللعب هنا اعلان الامم المتحده مش بس معتبر ان هو شيء اساسي في حياتنا، لا ده بيقول لك ده حق من حقوق الانسان، يعني اللي يجب كمان احترامها ويجب تطبيقها في جميع انحاء العالم. يعني ده مش حاجه كده رفاهيه، لا ده حقك ان انت تمارس رياضه وان الدوله تساعدك على ممارسه الرياضه وتدعمك في الموضوع ده. فده بالظبط لو جينا قارناه بمصر وده اللي بتعمله مصر، يعني قياده سياسيه او حتى على المستوى الاقل احنا بنشوف ده دلوقتي. وكمان كتير لو هنتكلم عن سياده الرئيس هو اهتم كتير وكان بيتكلم كتير عن منظومه رياضيه واهميتها في حياه كمان الصغار والنشء. ولما بنشوف برضو الطفره اللي حصلت، خلي بالك في مراكز الشباب، زمان مراكز الشباب كانت شكل، حاليا مراكز الشباب شكل تاني، خلينا نبقى صراحه. فانت بتتكلم في نقله نوعيه، فمراكز الشباب انشاء ملاعب كمان مش بس في المحافظات يعني الكبرى، انت رحت للكره، رحت للنجوع، رحت كمان انشات مدن رياضيه. ولما فاكر احنا ما اتكلمنا كمان عن الاسمرات وغيره اللي هي تطوير العشوائيات وفكره ان انت مش بس بتنقل شخص من مكان عشوائي لمكان مثلا متحضر شويه، لا انت كمان بتغير حياته في ملاعب كمان تمت هناك. فكل ده بيفرق بشكل كبير جدا على الثقافه وعلى المجتمع، فبجد حاجه كبيره. وانت بتقولي كلمه مركز الشباب او مركز الشباب، التجربه الدنماركيه على طول، عايز اقول لك خطر على بالي على طول مشهد من يعني من ألذ المشاهد اللي في الفيلم ده، وللاسف ده كان يتقال عليه مشهد مضمونه ضاحك باكي، ان انت تبقي عارفه ان عندك اماكن الدوله خصصتها والمفروض ان وزاره الشباب والرياضه بتراعي من خلالها الناس اللي ساكنين في المنطقه الجغرافيه دي، وتلاقي ان مركز الشباب كما عهدناه او كما شفنا يعني نماذج مختلفه منه زمان، لا طبعا دي حاجه تعيسه جدا الحقيقه من بعد الحرب الحقيقه. طيب النهارده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ومعاه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وعدد من ممثلي هيئه الامم المتحده في مصر وكذلك رؤساء الاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه واللجنه البارالمبيه ونخبه من نجوم الفن والرياضه كلهم هيحتفلوا باليوم العالمي للرياضه في مركز شباب الجزيره، وان شاء الله هنكون مع حضراتكم اول باول لمتابعه الاجواء الاحتفاليه دي. بالظبط كده، وبرده نديكم فكره عن تفاصيل البرنامج او الاحتفاليه. هو هيتضمن الاول مسيره للمشي هتكون تحت شعار مفروض عيش الرياضه كن رياضيا، ده بمشاركه طلاب المدارس والجامعات وكمان مراكز الشباب. بعد كده هتبدا الكلمات الخاصه بالمناسبه، هنسميها المناسبه العالميه دي، وهتكون البدايه بكلمه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طبعا نيابه عن الرياضيين، وبعدها هيتم تكريم نخبه من الرموز الرياضيه على راسهم برده كابتن بيبو، وبعد كده كابتن عبد العزيز الشافعي رئيس جهاز الرياضه الاسبق، والاذاعي القدير فهمي عمر، دكتور كمال درويش رئيس اللجنه الاستشاريه العليا بوزاره الشباب والرياضه، سياده اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليه الافريقيه، المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، أحمد حسن قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم السابق، والنائبة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الأولمبية البارالمبية، والنائبة أيضا ولاء عبد الفتاح، والنائبة النائب محمد زكي. إحنا ليه بنقول الأسماء؟ لأن كل اسم من دول بصراحة ليه يعني باع وليه أثر تم يعني إثباته، فأسامي بنفتخر بيها وبنسعد أكيد بيها، فكان لازم نقول برضو اسم من الناس المقربين يعني. برضو من ضمن تفاصيل هذه الاحتفالية عايزين نقول لحضراتكم هيبقى في مباراة استعراضية لأبطال المشروع القومي للسكواش طبعا تحت قيادة الأستاذ أمير وجيه، ثم ينتقل الجميع إلى الملعب المتعدد الأنشطة الترويحية ومشاهدة اللعبة الجديدة التي ابتكرها الدكتور طه جمال وهي بعنوان أو باسم الرمية المرتدة. أكيد برضو هنهتم إن احنا إيه نعرف التفاصيل ونعرف حضراتكم تفاصيل متعلقة بهذه الرياضة الجديدة. هتختتم الاحتفالية داخل الملعب الخماسي باستعراض لأبطال المشروع القومي للتايكوندو وكمان متابعة مباراة كرة القدم الخماسية وعرض رياضي لطلبة كلية تربية رياضية بنين بالهرم وطالبات كلية التربية الرياضية للبنات في الجزيرة، والنهاية ستكون بمباراة كرة قدم استعراضية هيشارك فيها نخبة من نجوم كرة القدم في مصر. طيب